بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية. وحسب بيان الخارجية، فقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، معتبرة الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها. كما شدد البيان ذاته على أنه باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي. وعليها، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى المسؤولية أو مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا القائم بالأعمال. ومع إعلان موقف فرنسا عن الصحراء الغربية الذي يحمل الكثير من الدسائس السياسية، أكد متابعون أن الاستفتاء هو الحل الأمثل للقضية الصحراوية. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. لا مجال للشك في طبيعة النزاع في الصحراء الغربية الذي يعد مسألة تصفية استعمار غير مكتملة، ففي أعقاب احتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، طفت إلى السطح فرضيات إيجاد مخرج وإنهاء أطول نزاعات إفريقيا. حل القضية الصحراوية لن يكون إلا على طاولة الأمم المتحدة ومن خلال الشرعية الأممية، وهي الذهاب إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا هو الحل الوحيد في اعتقادي، وأي حلول أخرى تتحدث عليها بعض الأطراف هي خارج المنطق وخارج المقبول وخارج أطر الشرعية الدولية. سيطرة المغرب على 80% من الأراضي الصحراوية المحتلة يضعها أمام انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة. هناك تسوية على مستوى الأمم المتحدة، فقط من يمكن لها أن تجد حل نهائي للقضية الصحراوية وإنهاء احتلال النظام المغربي على الأراضي الصحراوية. مع ذلك، لا أعتقد أن هناك منظمة أممية أخرى سواء إقليمية أو غيرها بإمكانها أن تتدخل، خاصة بعد تعنت النظام المغربي لسنوات وتمسكه باحتلاله للصحراء الغربية. ورغم مرور 6 عقود عن استعمار الإقليم، المغرب يواصل عرقلة الجميع الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم يضمن للصحراويين العيش في الأمن والاستقرار. ودائما في الشأن الدبلوماسي، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الثلاثاء رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين الشقيقة محمد الشتية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. اللقاء سمح باستعراض مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة، وبحث سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع. كما ناقش الطرفان الخطوات المستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، لا سيما على ضوء الخلاصات القيمة والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي أو تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 جويلية الفارض.
مع بداية العض التنازلي لبداية الحملة الانتخابية، دخل المترشحون الذين قبلت ملفاتهم مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على برامجهم الانتخابية استعدادا لعرض على أو لعرضها أقول على الناخبين خلال الحملة. تقرير في السياق لمحمد فيطس. ثلاثة فرسان في سباق الرئاسيات كقائمة أولية يشهرون برامجهم الانتخابية وخطط عملهم وخارطة طريق حملاتهم الانتخابية التي سيجوبون من خلالها عديد ولايات الوطن لاستمالة الناخبين. أهم نقاط المترشح الحر عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي: الحفاظ على المكاسب وتطويرها من خلال إبراز مكانة الجزائر الدولية، الطفرة الاقتصادية، الأمن الغذائي، والقدرة الشرائية للمواطنين، تكمل وجعل الجزائر إن شاء الله في بر الأمان على كل المستويات، كل المستويات، حتى ربما يتسنى لكل المواطنين والمواطنات النزهاء مستقبلا أنهم يطمحوا في تسيير بلد عادي. من جانبه المترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف وضع برنامجا يجوب 30 ولاية يتضمن 62 تعهدا كرمزية لذكرى الاستقلال. هذا البرنامج هو فرصة للجزائر والجزائريين نعطي البدائل والمقترحات التي تستجيب إلى تطلعات الجزائريين. هذا البرنامج في 62 تعهدا سنلتزم بها كحركة، وسيلتزم بها الرئيس المترشح إلى ما انتخبه الشعب الجزائري. مترشح الأفافاس يوسف أوشيش أكد أن برنامجه الذي سيعلن عنه يوم 10 أوت لن يحيد عن القيم اليسارية، مشددا أن قضايا الجزائر الخارجية والداخلية في صلب الأولويات. فيما يخص المشروع الرئاسي الذي سيتقدم به الأفافاس الجزائريات والجزائريين للدخول إلى غمار رئاسيات المزمع جراوها في 7 سبتمبر 2024، مرشحا باسم الحزب عمل على صياغة مشروعه الرئاسي. نحن في آخر رتوشات لتقديم هذا البرنامج يوم 10 أوت القادم. مع بداية العد التنازلي للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، فرسان هذا الاستحقاق يدخلون معركة البرامج والأفكار في انتظار أن يكون الصندوق فيصل الاختيار. وفي ذات السياق، تلقت المحكمة الدستورية منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخميس عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل 5 طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم. وصرح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة أحمد إبراهيم بخاري أنه تتواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الذين رفضت ملفاتهم أو ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم إلى غاية الساعة إحصاء 5 طعون. إشراك المرأة في العملية الديمقراطية دور حيوي تلعبه المرأة من خلال نشر الوعي وتحسيس الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية للحد من ظاهرة العزوف الانتخابي. بايع قبة تفصل. مع ترقية المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة، تحد آخر يقع على المرأة السياسية، وهو تعبئة وتحسيس فئة النساء من الهيئة الناخبة بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية. الزم كامل كان مناضلة روحه باب باب، خطوة بخطوة في الشارع، لازم نحسوهم باش يروحوا للصندوق كامل. هذه هي الديمقراطية، روح للصندوق وقل نعم يا لوكان ورقة بيضاء. تطور قدرة المرأة على المشاركة في النضال القائم من أجل الحريات يضعها أمام ضرورة إسقاط القليب المتحجر للمعوقات التي تحول دون مشاركتها في العملية الانتخابية. إشراك المرأة في العمل الديمقراطي ليس بمجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع عادل ومزدهر. نحن في حزب جبهة التحرير تم إطلاق قافلة المرأة والانتخابات لهذا الشأن،
وكنا سباقين قبل ترشح قبل تقدم المترشحين، وهذا لتحسيس والتعبئة والتجنيد بقوة على مستوى المحافظات والقسمات لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات 7 سبتمبر 2024. مشاركة المرأة الجزائرية في العملية الديمقراطية لطالما كانت ضرورية نظرا لتاريخ هذه السيدة في صنع القرار أبان الثورة التحريرية وإقناع الهيئة الناخبة في اختيار من يراه الأفضل. إلى موضوع آخر، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي الثلاثاء اجتماع للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم والسكك الحديدية، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غرج بلاد في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية وبالمنشآت القاعدية الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد تم استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الأجال المحددة. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة أقول خاصة تلك الموجهة للسقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة وإلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار. توجت أشغال مخيم رواد الأعمال للشباب الذي نظمه المجلس الأعلى للشباب بالمدرسة العليا أقول للمانجمنت بالقليعة بجملة من التوصيات لتشجيع الشباب على ولوج عالم الابتكار وريادة الأعمال واستغلال مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر خصوصا بمنح نقاط إضافية للمستثمرين الشباب عبر منصة المستثمر التابعة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لتسهيل عملية الحصول على العقار الصناعي، مع الدعوة إلى إعادة لحاضنات الأعمال الخاصة وجعلها جزء لا يتجزأ من مخطط التنمية المحلية عبر مختلف مناطق الوطن. وفي هذا السياق أكد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب أن الجزائر تخوض تجربة جديدة تعتمد فيها على آليات تهدف إلى خلق رواد أعمال خلافا للسياسات الحكومية السابقة. نحن أمام تجربة أعتقد أنها واعية وجادة. اليوم نحن أمام تجربة أعتقد أنها واعية وجادة تنتقل بنا من شراء السلم الاجتماعي إلى تجربة تطمح إلى تعزيز ثقافة المقاولاتية لدى الشباب الجزائري وخلق رواد أعمال يتحكمون في ريادة الأعمال ويتمكنون من قيادة مشاريعهم ويركزون تماما على خلق القيمة المضافة وتقديم الإضافة الواضحة في الاقتصاد الوطني. وأوضح حداوي أن التصور الجديد الذي يهدف إلى إشراك الشباب في مختلف المناحي الحياة العامة من شأنه تقديم القيمة المضافة اللازمة للاقتصاد الوطني. إنشاء وعلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال الجزائريين الشباب الذين ينخرطون فيما كان اسمه السيد الوزير في خلق وظائف لأنفسهم وخلق وظائف لزملائهم الشباب ويتحولون إلى رجال أعمال مستقبليين ورواد أعمال مستقبليين بحول الله تعالى وقوته يقدمون القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. من جهته قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد أن السياسات الحكومية الحالية تتوجه أكثر من أي وقت مضى إلى تشجيع المقاولاتية والمبادرات الذاتية للشباب. الدعوة التي حظيت بها من طرف المجلس الأعلى للشباب والتي تدل مرة أخرى على توجه السياسات الحكومية اليوم أكثر من أي وقت مضى نحو تشجيع المبادرة الفردية
لا سيما المقاولاتيه. تمكين الشباب كان احد ابرز الاولويات اللي كانت عند السيد رئيس الجمهوريه، تمكينهم سياسيا، تمكينهم اقتصاديا، تمكينهم في كل المجالات. المختصون ينصحون بتجنب أعراض مرض الحمى المطية الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ما قد يسبب من مضاعفات خطيرة، حيث شدد ذات المختصون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره. تقرير في السياق لميليسا حميسي. الحمى المطية ظاهرة تعود مع كل موسم صيف، هي مرض معدي يصيب الأبقار والأغنام وينتقل إلى الإنسان عن طريق استهلاك اللحوم وكذا الحليب ومشتقاته الطازجة أو غير المبسترة من مصادر غير مؤمنة. يمشي ينتقل بالعدوى ما بين الأغنام، ما بين الأبقار والماعز بطريقة يعني جد سريعة، ويمتاز هذا المرض أنه تظهر عليه آثار على الحيوان ولو تأثير على صحة الإنسان. وقت يكون تأثير على صحة الإنسان إذا تناول مش اللحم ولكن إذا تناول الإزابة. أما قضية الألبان، الألبان من الشيء الذي يمنع استهلاكه في الحالة هذه. الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة بالحمى المطية وشرب الحليب ومنتجاته غير المبسترة هي من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الإصابة بهذا المرض، ما ينتج عنه مضاعفات خطيرة حسب المختصين. التعرق وارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بقشعريرة وكذلك فقدان الشهية وألم. بالنسبة للوقاية تكمن في تفادي الاحتكاك مباشرة مع الحيوانات المصابة وكذلك طهي لحوم وكذلك حليب جيدا. وباء الحمى المطية مرض يبقى مكافحته أكثر من ضروري باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في ظل انتشاره في أكثر من ولايتين. طلب مستعملو حافلات نقل المسافرين بتشديد حظيرة النقل والنظر في وضعية الحافلات المهترئة المستغلة في تقديم خدمة النقل. رانيا بنزين تفصل في هذا الموضوع. آلاف المواطنين يتنقلون يوميا في حافلات نقل مهترئة وقديمة، ظروف غير مريحة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة جعلتهم يطالبون بتجديد حظيرة النقل التي لا تستجيب لمعايير الأمن والسلامة. الحافلات مهترئة تماما، مش الكل كاين بعض منها مهترئة تماما، مش صراحة كاع الاستعمال. لول البارح في هذه تاع الأربعة مي هذه ولا بعد أخرى في نص الطريق عندنا، خرجنا من الحارة شفت أمبوان، خرجنا أمبوان، أنا واحد من الناس شديت كرونديستا مش وحدي، واحد من سيدة سدانة 10,000 من الجسر تاع الحراجة اللي برا في الأطرود حتى الكاليتوس 10,000 فيها وليها. كاين ديبيس، كاين خطرات كيما استوى اللي درك طحنا أمبوان حطناها في الطريق سخانة شوية ويديروا لاري بزاف، هذا بينا تكون خدمات أحسن في الجلوس في الكلماتيزور في ياسر حوايج. في السخانة نضروا، لازم لك كليماتيزور، لو كان جا كليماتيزي ماذا بينا حنا يعني كان ريحنا. تقربنا من أصحاب هذه الحافلات لنستفسر عن أسباب عدم تغييرها، فكان رد. ناقل بور سوناكوم لي 108 ما كاش كليماتيزور، 12-13 كيلومتر 14 كيلومتر حتى 20 كيلومتر ما كاش. المازوت زاد 4 خطرات 4 و 5 سيري سيرتان كاع، وهنا ما خلاكش تزيد من باس 5 دينار، هذه دير 4 مليون 300. لابيس تاليا زيد كنا نشروها ب 25 ولات 35، دوكا راهي دير 50-60 للريت. لا انا اللي يقول لي 108 عندي راس مالي انا بور مو ما عنده والو. وضع يضع أصحاب الحافلات أمام ضرورة تجديد حظيرة النقل وتصليح مختلف الأعطاب على مستوى الحافلات وصيانتها بشكل مستمر حفاظا على راحة المسافرين. وسط درجات حرارة قياسية يمارس الخباز عادل مهنته منذ 40 سنة تلبية لحاجيات الزبائن. تفاصيل أكثر في هذا البورتري لنهاد بوضياف. بين موجة الحر التي تقارب 40 درجة تحت الظل ودرجة حرارة الفرن التي تصل إلى 250 درجة، يمارس الخباز عادل مهنته خلال فصل الصيف في وضعية اعتاد عليها منذ حوالي 40 سنة.
دوما كنخدموا غير في الليل برك باسكو سخانه في لا جورني يبداو الصباح 4 ولا 3 نوصل 4 تاع الصباح على 10 ونص 10 ل 11 نكملوا حبسوا سيس باسكو سخانه في لا جورني. عندي واحد 40 سنه حنا خدمه هنا هكذا درجه الحراره 200 250 260 سخانه سي ان بيريود هكذا احنا اللي بولونجي موالفين هكذا يعني موالفين المهنه هذه. رغم قساوة الجو إلا أنه يبذل جهده في تلبية وخدمة الزبائن. نعم سي نورمال مالغي لا شالور تاع برا ولا شالور تاعنا تاع الخبز ولا تاع الكليبور نخدموا حنا المهنة تاعنا هكذا يا المشتري بيان سور لي زابون بيان سور لي كليون كي يجي يلفو ساتيسفير يا ان بو دو تو لا فارياسيون تاع الخبز وان بو تو لي غاتو الخبز كلش. ففي الوقت الذي يقضي فيه الكثير عطلة الصيف يواصل الخباز عادل مهنته وسط الحر حتى يكون عينة من الخبازين الذين يسهرون على خدمة المستهلك الجزائري. في إطار محاربة الجريمة السبرانية بشتى أنواعها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن سيدي محمد الأسبوع المنصلم من توقيف شخصين في قضية الحرق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصوير والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المساس بالرموز الوطنية. قضية الحال جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رقول فيه شخص يقوم بحرق أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري أثناء الاحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه. هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات الجزائية. احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي العرض الشرفي لمسرحية 132 سنة حتى لا ننسى التي تضم قول مقتطفات من 3 نصوص للكاتب المسرحي ولد عبد الرحمن كاكي. وتم خلال هذا العرض تجسيد صمود وعزيمة الشعب الجزائري في مقاومة الاستعمار الفرنسي من طرف 120 فنانا من 3 أجيال. وقد حضر الحفل وزير المجاهدين الذي قال إن هذا العرض يبرز صمود الشعب الجزائري ومختلف المحطات التاريخية للثورات المجيدة التي أصبحت مثالا يحتذى به في كفاح الشعوب المضطهدة من أجل الاستقلال. التغذية لصلاح فارسس. مسرحي درامي لعملاق أحد عمالقة المسرح الجزائري ولد عبد الرحمن كاكي. في الحقيقة هذا العمل وهذا العرض هو نبش في الذاكرة بطريقة ملحمية مبدعة حول مختلف الحقب التاريخية للأمة الجزائرية. ونريد من خلال هذه المسرحية في قطاعنا الوزاري بتكاثف الجهود مع كل القطاعات المعنية أن ننقل تلك القيم التي انتصر بها الإنسان الجزائري وصنع منها مواقفه من خلال هكذا أعمال فنية وأعمال أخرى نريد بها أن تغرس في وجدان الجزائريين وخاصة الشباب وهو شباب الذي نريده أن يحتضن هذه المبادئ وهذه القيم لأنه هو وقود الآن وقود الجزائر وقود بناء الجزائر الجديدة. وبهذه المناسبة ثمن المخرج محمد تكيرات المجهودات التي تقوم بها وزارة المجاهدين لدعم الشباب والحركة المسرحية والسينمائية.
يعني احنا كشباب والله يعني هذا شيء نفتخر به يعني، وان شاء الله يزيد، لانه حقيقه افتخرنا بوزاره المجاهدين للدعم نتاعها، يعني سواء مسرحيات او افلام او يعني افلام قصيره او افلام طويله، يعني من ناحيه السمع البصري، وهذا الشيء يعني يزيد يشجعنا كذلك احنا كفنانين وشباب يعني هنا في بلدنا الجزائر، نزيدوا يعني نحسوا احسن ونزيدوا نمدوا يعني نواصلوا يعني بارادتنا من اجل يعني من اجل بعت رسالة سلام عن طريق المسرح أو السينما. والشكر موصول يعني حقيقة من كل الشباب من كل الفنانين يعني على هذا الدعم من هذه الوزارة المجاهدين. من جهتها عبرت الفنانة نور الهدى شيخاوي عن افتخارها لمشاركتها في هذا العرض المسرحي. حاجة الأولى شرف لي أني نخدم حاجة تخص بلادي، خصوصا زدنا خدمنا على بلد الفلسطين اللي ربي يكون معهم إن شاء الله. دونك فرحت بزاف ونخدم حاجة من قلبي، جو دي فوا نخدم هكا دي شانس وراي وكاع، بصح كي نخدم أغاني تورية وكاع يعني نحس بلي لازم نوصل هذيك الرسالة اللي كانوا يحسوها، لأنه مهما نسيو نوصلوا الرسالة اللي كانوا عايشينها وكاع ما حاش نقدوا نوصلوا واش كانوا عايشين. دونك نسيو احنا نديروا الماكسيموم باش نوصلوا هذيك الرسالة على بلدنا البلد الجزائر. تحت شعار أصولنا في تراثنا، شهدت إحدى مسابقات الطبخ التقليدي تفنن العديد من السيدات الجزائرية في تحضير أشهى الأطباق التقليدية الجزائرية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تفننت أنامل سيدات الجزائر في إبراز موروث الثقافي التقليدي في الطبخ بمسابقة تحت شعار أصولنا في تراثنا، التي شهدت إبداع المتسابقات وسط أجواء تقليدية. دونك هذا المعرض هذايا أنا دايره سبيسيالمون للنساء الماكيتات في البيت، اللي نعطي لهم فرصة الكنز اللي في يديهم يخرجوه، وان ميم طون يديروا المعرض هذا، يحطوا المنتوج تاعهم في لي صال هكذايا في المهرجانات، باش يبينوا المهارات تاعهم ويبينوا الخدمه تاعهم. وعلى بالك بلي ما يغفلكش بلي عندنا 58 ولايه، و 58 ولايه من اروع ما يكون في النساء الجزائريات. انا زوجه ماكيثه في البيت، ميولي وحبي لصنع الحلويات مع الوقت زدت ابتكرت وبدعت في صنع هذه الحلويات، وتشجعت درت مجهودي باش نزيد نبتكر أكثر. سيدات وجلت من مهنة الطبخ ملاذا لهن لإبراز جذور عبق التاريخ، حيث سمحت هذه المسابقة في إبراز ما جابت به أناملهن. حبيت نقدم من هذا المنبر رسالة إلى كل أخت أرملة مطلقة ماكثة في البيت، أكيد ولدتي مشروع مصغر في البيت تاعك خاصة في عالم الطبخ راح تصلي بإذن الله. لازم نحيو الأطباق من التراث اللي كانوا بكري أجدادنا يطيبوهم ولينا نسيناهم كامل. وتبقى مثل هكذا مسابقات فرصة لعشاق الطبخ بكل أنواعه لإظهار مواهب وإحياء موروث ثقافي جزائري في هذه الفئة. نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.